تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 13 أبريل 2021. ربنا يبارك حضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. تنبيه صغير كالعادة، الفيديو ده بيحتوي على بعض الأخبار والتعليقات قد يكون لها تأثير سلبي لدى البعض، زي الشعور بالخوف، اكتئاب، الرعب من بعض الأخبار أو من تعليقات الضعف المتكلم. Viewer's discretion is advised. لو كنت من النوعية دي اللي بتكتئب لما تسمع أخبار زي دي، ما تتفرجش على الفيديو، اقفله وريح نفسك تماما، وطبعا ريحني أنا من تعليقاتك. ربنا يبارك حضراتكم. هدف الخدمة دي مش جاي أقول لكم نشرة أخبار، ده آخر ما أهدف إليه. هدف الخدمة دي أذكر ضعفي أولا وحضراتكم معايا كلنا مع بعض، احتياجنا الشديد لحياة اليقظة الروحية، حياة الاستعداد، مش بس قبل مجيء المسيح، لكن كمان عشان الظلام اللي بيسود جدا، في ظلام الخطية في العالم، واحنا أولاد النور، احنا أولاد ربنا اللي هو النور العالم، فلازم نكون فعلا مصابيح منيرة في هذا العالم المظلم، نعكس نور المسيح علينا. لازم يكون عندنا زيت يكفي كمان في صباحنا عشان نفضل مضيئين في عالم اللي أصبح مليان عثرات، وخاصة لصغار النفوس. ده كل اللي بقوله، دايما بحب أنبه هذا التنبيه، أحسن بكتير إن كلنا نفضل مشغولين في حياتنا. ربنا قال لنا علامات كتيرة، حروب، أخبار حروب، زلازل، أوبئة، دخان وحريق وأمواج تضج والبراكين والكلام ده كله، وحاجات في السماء وعلى الأرض، كل ده قبل ما يأتي ابن الإنسان وكل من يدعو باسم الرب يخلص. ليه ربنا قال لنا العلامات دي؟ وأنا بحاول أختصر، سامحوني المقدمة، لكن قال لنا الكلام ده واحد عشان ما نخافش، اتنين عشان نؤمن في زمن زاد التشكيك جدا زي ما حضراتكم شايفين، فقال لنا حاجات مستحيل يكتبها لنا بالتخمين وهي بتحصل قدام عينينا أو بدأت تحصل قدام عينينا. تلاتة عشان ننتبه ونستعد في زمن العالم بيتفنن إن هو إزاي يشغلك عن حياتك الروحية. علامات في السماء. الكسوف الشمس الكبير اللي هيحصل في سنة 2024 فوق أمريكا، الغريبة إن هو هيعمل علامة تشبه علامة إكس فوق أمريكا. يوم 7 أبريل استمرارا لتساقط النجوم السماء أو الأجسام السمائية على الأرض، 12 كرة نارية، يوم 8 أبريل 11 كرة نارية، ويوم 11 أبريل 13 كرة نارية. تزايد شديد في الأجسام الفضائية، نجوم السماء أو التعبير اليوناني اللي يحمل معنى أجسام فضائية، اللي تهدد الأرض. وصلنا دلوقتي إلى أنه حتى 9 أبريل آخر إحصاء، حتى 9 أبريل آخر إحصاء، 2180 جسم فضائي يهدد الأرض في استمرار تزايد الأجسام الفضائية أو نجوم السماء للأرض. الطقس المتقلب، وعايز أنبه على حاجة وياريت حضراتكم تستعدوا من الآن لهذا الأمر، داخلين على عصر جفاف ومجاعات زي ما قال الكتاب. بعض على سبيل المثال للحصر، كاليفورنيا تسجل ثالث سنة جفاف في تاريخها، ده من أكي ويذر. مخاوف إن الجفاف الشديد اللي بيتزايد يسبب موسم من حرائق شديدة ما شافتهاش من قبل، رغم إن السنتين اللي فاتوا سجلت أرقام قياسية في الحرائق. فالدخان هيزيد والحرائق هتزيد زي ما قال الكتاب. تزايد خريطة الجفاف في أمريكا، تبعد عن ربنا تقل بركة ربنا. فاللي قدامكم دي ازاي الجفاف بيزيد في أمريكا. البحث عن مياه وتعمق الجفاف حتى في المناطق اللي فيها نهار بطول نهر كولورادو. المزارعين الأمريكان بدأوا يحاولوا يبقوا كرياتيف، يخترعوا وسائل ازاي ينقذوا محاصيلهم من الجفاف المتزايد اللي مش لاقيين مياه تكفي. هل الجفاف بس في الغرب؟ لا، أيضا في الشرق. الجفاف يتزايد في مناطق كتيرة في الصين، وتقضي على مزارع ومخاوف من نقص الطعام في الصين أيضا. تايوان أيضا، تايوان تطبق في مناطق مقاييس صعبة بسبب الجفاف، وحتقطع المية عن مناطق يومين كل أسبوع عشان تحافظ على المية اللي بدأت تجف في تايوان. ده من ساوث شاينا بوست. كيم جون اون، كوريا الشمالية،
يحذر شعب كوريا الشمالية يبتدوا يستعدوا لكارثة الجفاف وطبعا المجاعة وحاجة كده تشبه التسعينات واحتمال يكون أقوى. ده من بي بي سي نيوز. فبيقول لهم فاكرين مجاعة التسعينات؟ لا، احنا داخلين على واحدة زيها لو ما كانتش أقوى منها. طبعا ده بالإضافة لبقية المناطق في آسيا وفي أفريقيا، ففي أكتر من 7 مليون شخص في شرق أفريقيا خلاص على حافة المجاعة. كل ده بسبب الجفاف، ده بالإضافة للي بيعملوا الجراد، ده حط عليها كمان. فالعالم زي ما قال الكتاب، مع تزايد تساقط نجوم السماء ومع تزايد أمواج البحر اللي تضج ومع تزايد الحرائق والبراكين والكل الكلام ده، قال كمان كتاب المجاعات هتبتدي تحصل، وإحنا فعلا بدأنا نرى بداية المجاعات أو المؤشرات لبداية المجاعات. خلي بال حضراتكم، وارجع مرة تانية وانبه، مش بس علشان الكوارث اللي بتحصل ده، حتى كمان عشان المجاعات وغيره. رجعوا مرة تانية قط الخزين، قط القرار، ارجو من حضراتكم. ده من سي بي نيوز. في نفس الوقت اللي اماكن بتتعرض لجفاف شديد يقود لمجاعات، اماكن تانية بتغرق بشكل بشع. غرب أستراليا تواجه تهديد ثلاثي نادر، 3 أعاصير قوية مش معتاد أن هي تحصل مع بعض. ده من The Watchers. رياح قوية مدمرة وأعاصير تضرب جنوب شرق أمريكا، فغرب أمريكا بيجف، شرق أمريكا بيغرق. التوقعات بأن موسم أعاصير الأطلنطي السنة دي اللي هي بتاعة 2021 اللي هيبتدي قريب هيكون أنشط من المعتاد وهيضرب أرقام قياسية، رغم أن السنة اللي فاتت أريد ضرب أرقام قياسية ما شفناهاش قبل كده، لكن بيقولوا السنة دي كمان هتكون أكتر. الحاجات دي كانت بتحصل، أيوة كانت بتحصل، بس ما كناش بنشوف التسارع ده كله. كان محسن يحصل رقم قياسي كل عشرات من السنين، مش في نفس السنة ولا في نفس الشهر، وأحيانا نفس الأسبوع نسمع عن أكتر من رقم قياسي. تورنيدو قوي ضرب منطقة في فلوريدا، جرح شخص ودمر 20 منزل. سايكلون اسمه سيروجا ضرب اندونيسيا، غالبا قتله 138 شخص استمرارا للأرض اللي بتاكل سكانها وسبب دمار بشع. ده من الجارديان، وقال الصورة قدام حضراتكم. اللي في نفس الوقت اللي زاد التساقط نجوم السماء وزاد الجفاف و تلاطم أمواج البحر، أيضا الزلازل تتزايد زي ما حضراتكم شايفين. رقم 6 اللي كان نادر جدا في السنة، بصوا بينا نسمعه كم مرة في الأسبوع. يوم الثلاثة اللي فات 31 زلزال منهم واحد بقوة 6 في كرمادك. يوم الأربعة اللي فات 44 زلزال ما بين متوسط وقوي. يوم الخميس 36 زلزال منهم واحد بقوة 5.5 تخفض من 5.9 في ألاسكا. يوم الجمعة 33 زلزال منهم 2، واحد بقوة 6 واحد من 10 في الفلبين، واحد بقوة 6 في اندونيسيا في نفس اليوم. يوم السبت 43 زلزال، والاسبوع ده حصل به لوحده 91 زلزال قوي فقط، منهم 4 بقوة 6 ريختر واكتر، 3 بقوة 6 واحد بقوة 6 واحد من 10 في نفس الاسبوع. ده كان ممكن نسمعه في شهور عديدة او قرب السنة، ده قبل 2008، ده مش بنتكلم من قرون. بصوا بينا نسمع عن ايه الايام دي. وطبعا انا بقول الكلام ده كل اسبوع، للاسف بعض الناس بقت عادي، ما هو بيحصل باستمرار، خلينا في حالنا ومشغولين بحياتنا. زلزال اندونيسيا اللي بقوه 6 ريختر كسر نوافذ كتيره وصدع بيوت، ده من اكسبريس نيوز. موت 8 في زلزال جاوة، لا ده بس مباشر مش تسجيل اللي بيسال، ده من ان تي دي نيوز. وفي نفس الوقت تزايدت فيه البراكين. يوم 7 ابريل متابعة لنشاط 8 براكين قوية، بعد ما كنا نسمع عن 3-4 براكين في السنة. أنشطة انفجارية البركان ساكوراجيما يطلق رماد ل 9000 أدم، اللي بيتساءلوا ليه الطقس بيحصل فيه تغيرات. بصوا على الأنشطة الشمسية والبراكين. انفجار آخر لبركان بوبوكاتابيلي ويطلق رماد يوصل ل 19000 أدم. كل اللي بقوله ده أسبوع واحد على فكرة، أسبوع ده بس، لغاية النهاردة يوم الثلاثاء أو أكشن لغاية أمس.
بركان أيسلندا يطلق ثالث موجة من الحمم ولا يظهر أي تباطؤ بعد أكثر من 3 أسابيع مستمر في الانفجار بصورة بشعة. يوم 8 إبريل متابعة لنشاط 8 براكين قوية. انفجار آخر لبركان إبيكو ويخرج رماد يوصل ل 23,000 قدم. شوفوا قد ايه التلوث اللي شغال من البراكين والدخان والرماد اللي شغال ده كله. انفجار بركان سانجاي ويخرج رماد ل 18,000 قدم. انفجار بركان ريفان تادور ويطلق رماد ل 14,000 قدم. إخلاء جزيرة سانت فينسنت في الكاريبي لأنهم توقعوا أن في انفجار لبركان قوي حيحصل فيها وده من الجارديان وبالفعل حصل وانفجر بركان بشع هز الجزيرة في الكاريبي اللي هي جزيرة فينسنت سانت فينسنت وسحابة الرماد كانت ترى لارتفاع 5 أميال ده من The Weather Channel والصورة اللي بيتابع الدارك برودكاست قدام حضراتكم. قرار يحزن انه المطاعمين اللي خدوا التطعيم بتاع الكوفيد هم بس اللي ينجوا من البركان بتاع الكاريبي لان رئيس الوزراء يقول المطاعمين بس هم اللي هيقدروا يركبوا في السفن ويهربوا من البركان. مش بهرج الخبر قدام حضراتكم من Russian Today. Only vaccinated will be saved. ايه رأيكم؟ ادي الزمن اللي وصلنا. لو ما خدتش تطعيم الكوفيد تتحرق من البركان. Who cares؟ أنت أصلك ضد النظام العالمي. يوم 9 إبريل متابعة لنشاط 7 براكين قوية. انفجار آخر لبركان فويجو ويطلق رماد ل 15,000 قدم. انفجار بركان مرة تانية بركان سانجاي ويطلق رماد ل 23,000 قدم. يوم 10 إبريل متابعة لنشاط 9 براكين قوية. مرة تانية آسف انفجار بركان سانجاي ويطلق رماد ل 21,000 قدم. آسف الخبر اللي فات كان متكرر. توقع بانفجارات أكتر في جزيرة سان فينسنت في الكاريبي والمدينة أصبحت متغطاية بالرماد. ده من سي بي نيوز. وده بعد ما كنا نسمع زي ما بقول لحضراتكم على 3-4-5 براكين قوية في السنة ده لغاية 2006 و2007 اللي قدام حضراتكم دي خريطة البراكين النشطة في نفس اليوم يوم الحد اللي فات. ده مش سنة ولا 10 سنين، ده يوم واحد اللي باللون الأحمر in eruption في حالة انفجار واللي باللون الأورنج minor activity في نشاط متوسط. العلماء قلقين بعد موت 4 حيتان رمادية في خليج سان فرانسيسكو في 8 أيام بس. الحيتان العملاقة دي بتموت محدش عارف ليه. دواء للماشية خطر يقتل الصقور في أسبانيا وتكرار دعوة منع الدواء ده في أوروبا. كوريا الجنوبية تطالب السفير الياباني أن يعترض على قرار اليابان بإطلاق مياه فوكوشيما النووية إلى المحيط. انتوا عارفين أن اليابان قاعدة تخزن المية النووية دي مش عارفة تتصرف فيها فمش لاقي حل غير ان هي تطلق المية الملوثة نوويا على المحيط الهادي اللي هو اصلا ملوث. فكوريا الجنوبية بتعترض وبشدة على هذا الامر. ده من Russian Today. عشان تعرفوا مين اللي بيخرب الانسان الطبيعي البسيط زي حالاتي وحالاتك اللي بيدف بيته وبيستخدم عربيته ولا بياكل ويشرب عادي. لا الدول. لكن مين اللي يدفع الثمن؟ حضرتك وحضرتك. انتوا يا وحشين، انتوا سبب في تلويث العالم. الدول اللي بتحط مواد نووية لا 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 عادي غصبا عنهم، لكن الجلوبال وورمينج انت سببك عشان انت اصلك قعدت تتدفى شوية فانت سخنت العالم. مش عارف اقول ايه، فعلا بيقلبوا الحقائق. ده من Russian Today. الأوبئة ومستر كوفيد. تزايد جدا التطعيمات انتشرت وبالشدة والكوفيد تزايد أيضا. بعد ما كان انخفض قعد 7 أسابيع ينخفض الكوفيد بدأت التطعيمات تنتشر بشدة وبالصدفة البحتة بدأت الموجة الثالثة القوية وبشدة تتزايد في العالم. فوصلت الإصابة إلى 136 مليون أخطأت والموجة الثالثة مستمر.
للأسف مش بس تزايد عدد الإصابات، حاجة الغريبة تزايد معدل الوفيات. فبعد معدل الوفيات اللي كان وصل لنسبة تقترب من 5% بدأت تتناقص ووصلت لواحد وثلاثة من عشرة، بدأ معدل الوفيات يزيد مرة تانية ويصل إلى 1.5%. ده من جون هوبكنز. أمريكا اللي تعدد في أغلب الأماكن فوق 60% وبعضها داخل على 80% نسبة تطعيم الشعب الأمريكي، بدأت تتزايد فيها الإصابات مرة تانية. علامة استفهام، صح؟ رغم التطعيم أيضا اللي انتشر وبقوة في ألمانيا، إلا أن ألمانيا تتزايد فيها الحالات والحكومة تخطط لحظر جديد، وبالفعل ألمانيا قامت بحظر. فرنسا مش بس طعامت الجدول اللي كانت عايزاه، ده طعامت 10 مليون شخص أكتر من المعدل اللي كان مقرر، وتعدد 50% بكل سهولة. ورغم ذلك بينتشر الكوفيد في فرنسا وبشدة، والموقف أصبح خطير alarming من انتشار الكوفيد. قبل ما ندخل في التحورات، في ديسكليمر محتاج أقوله. سمعت على أخبار على أسر يكون فيها شخص الطعم تصاب الأسرة، ولكن الشخص المطعم ما تبانش عليه الأعراض، ولكن في المقابل بسمع أخبار عكسية. أشخاص مطعمين لما يصاب بالكوفيد بيكون أسوأ. فأنا بسمع تقارير عن الاثنين. تفسيري إيه؟ اختلاف طبيعة البشر عن بعض. ما تنفعش تدي فاكسين موحد للبشر كلهم المختلفين عن بعض. ولكن anyway، أنا بس حبيت أقولها من الأول عشان ما حدش يفترض أن أنا مثلا ضد التطعيمات ولا الكلام ده. أنا اتكلمت أكتر من مرة مين في رأيي ياخد ومين ما ياخدش. دراسة توضح أن التحورات اللي ما يغطيهاش الفاكسينات غيرت اللعبة، والتطعيمات ليست كافية. ماك ماستر يونيفرسيتي، مش ده اللي قلناه من أكتر من سنة؟ مش برضو كنت بنادي من أكتر من سنة الحل هو الاستثمار في المناعة مش في التطعيم؟ هو ده الأهم؟ التطعيم هيكون لبعض الناس مش لكل الناس، ولكن المناعة لكل الناس؟ دراسة توضح، وخلي بالكم من الدراسة دي جدا وركزوا في اللي بقوله، ده من CNBC نيوز. تحور جنوب أفريقيا قادر على إضعاف تطعيمات بما فيها فايزر، على عكس ما بتدعي فايزر أو ما ادعت. بل ركز في النقطة الجاية دي، الذي تم تطعيمه المطعمين بيصابوا بمعدل 8 مرات أعلى من الغير مطعمين. Who received two doses of vaccine was about 8 times higher than those who were unvaccinated. اللي طعموا بيصابوا بالتحورات 8 مرات أعلى من اللي ما طعموش. هذا الخبر قدام حضراتكم، وأنا كمان عمل لكم عشان ما تتعبوش، عمل لكم هايلايت للجملة أهي. دراسة اللي تمت في إسرائيل أصلا في تل أبيب أيضا تقول الدراسة CCP virus variants affect vaccinated people more than unvaccinated people. دراسة اللي تمت في تل أبيب توضح أن المطعمين بيصابوا بالتحورات 8 مرات أضعاف الغير مطعمين. ده معناه إيه؟ حاضر، باختصار شديد زي ما قلنا، من أحد أعراض التطعيم إن هو induced، يعني يخلي الإنسان اللي متطعم مش بيقاوم المرض، ده بيبقى بيتبهدل من المرض. 1-2، فده على المستوى الشخصي بيكون أكتر. 2، التطعيم بيلهي بيشغل جهاز المناعة، فبدل ما يتصدى للمرض، ناس كتيرة ممكن تتعرض لكوفيد وتقاومه، ده لو جهاز المناعة بصحته بحالته بتركيزه. جهاز المناعة لما يكون مشغول بالتطعيم اللي دخل وعايز
يتصدى ليه بأي شكل، الباب هيبقى مفتوح تماما للأنواع التانية زي التحورات التانية تصيب الإنسان لأن جهاز المناعة مشغول. ده على فكرة تفسير بسيط جدا، الموضوع أعقد من ذلك بكثير. آدي الأخبار والدراسات قدام حضراتكم، أنا ما بنشرش إشاعات. مرة أخرى اللي قالوا لكم إن هو سيف 100% وإفكتيف 100%، آمن 100% وفعال 100%، ده من كنيديان بريس. مرة أخرى أوروبا تعلن أن هناك احتمالية جلطات مع تطعيم أسترازينيكا. بريطانيا صاحبة تطعيم أسترازينيكا نفسها، ده من نيو ساينتست، تقرر أنه ممنوع استخدامه لأي شخص أقل من 30 سنة، ده رغم التطعيم بتاعها. كوريا الجنوبية توقف تطعيم أسترازينيكا لأي شخص أقل من 60 سنة، ده بالإضافة للدول اللي قلنا عليها الأسبوع اللي فات بسبب تقرير عن الجلطات. أيرلندا أيضا توقف تطعيم أسترازينيكا لأي شخص أقل من 60 سنة بسبب خطر الجلطات. أمريكا على فكرة عملت حركة خبيثة، أمريكا بدأت تتبرع بتطعيم أسترازينيكا لبقية الدول وتخلي نفسها فايزر وموديرنا. مش بهرج، هذا اللي بتعمله أمريكا. دراسة توضح أن الجلطات اللي بتحدث، ركزوا في الخبر ده وده من جلوبال نيوز، الجلطات اللي بتحصل بسبب تطعيم أسترازينيكا سببها إيه؟ خمنوا. واحد كده يكون حلو ويعني يرفع من روح المعنوية ويفكركم باللي أنا قلته أكتر من سنة فاتت، أوتو إميون ديزيز، أمراض مناعة. أوبس، ده اللي أنا قلته. فاكرين لما قلت لحضراتكم mRNA يدخل في الخلية البشرية ينتج البروتين بتاع الفيروس اللي غريب للمناعة، فالجهاز المناعة يهاجم الخلية البشرية؟ ده تعريف ABC، تعريف الأوتو إميون ديزيز، إن جهاز المناعة بتاعك يهاجم خليتك. فاكرين لما قلت الكلام ده؟ فحنشوف من التطعيمات ده أنواع لم نسمع عنها من قبل من أمراض المناعة، أوتو إميون ديزيز. أهو الدراسة طلعتها بعد سنة. الجلطات بتحصل إيه؟ لأن الخلايا البشرية بتنتج البروتين بتاع الفيروس، جهاز المناعة بيهاجم الخلايا البشرية فبتحصل الجلطات. والغريبة إنه معظم الناس اللي بتحصل عندهم جلطات عارفين بيحصل معاهم إيه؟ بيحصل معاهم نقص شديد في عدد الصفائح الدموية. لا ده انتوا استنوا على تطعيم الصين، ده انا جايله دلوقتي. اللي قالك كويس ما خدناش التطعيمات الامريكاني خلينا في الصيني، لا استنوا بس، الصين عملت لكم مصيبة جديدة. طيب هل بس أسترازينيكا وفايزر بيموت شوية ناس قليلين كانوا حيموتوا من الكوفيد زي ما بيردوا؟ لما تقول ده واحد مات من تطعيم فايزر يقولك احتمال كان يموت من الكوفيد. طب احتمال كان يموت من حادثة عربية، يا سلام. هو علشان مات من التطعيم ما هو كان ممكن يموت من الكوفيد؟ هو ده رد. لكن كمان التالت دخل في اللعبة، جونسون اند جونسون. اوروبا تحقق في تطعيم جونسون لاحتمالية انه برضو بيعمل جلطات زي بتاع أسترازينيكا، برضو لان اوتو اميون ديزيز. ده من راشن توداي. بعض مناطق امريكا تبتدي توقف تطعيم جونسون الامريكاني بسبب الاعراض الجانبية، جلطات وحساسية شديدة. استراليا رفضت تطعيم جونسون اند جونسون لانه بيشبه جلطات مشابهة لتطعيم أسترازينيكا. سيدة تصاب بحساسية شديدة بس لازم يقولك فيري رير، معرفش جابوها من فين فيري رير، بس ما علينا، كل دول اللي اصيبوا بحساسيات ولكن نادرة، ما علينا، بعد تطعيم فايزر. ده من ياهو نيوز وسي بي سي نيوز. دراسة من السي دي سي، ده مش كلامي، ده السي دي سي اللي لا من ديني ولا من دينك، توضح انه اكشوال الاعراض الجانبية لتطعيم أسترازينيكا كتيرة ويبتدوا يسجلوا اعراض جانبية اكتر. فاكرين 100% safe 100% effective، امن 100% وفعال 100%؟ ما الأعراض الجانبية دي كلها طلعت من فين؟
ايه رأيكم؟ ده مودرن. ما علينا، انا مش عارف اقول لكم ايه بعد كل الكلام ده. تاني، الاشكالية في عدم توافر المعلومات. انا مش معناها انا ضد، انا بقول كل واحد لازم يشوف الخطورة ولازم يشوف الفايدة ويقرر لنفسه. الكبار في السن المخاطر من الكوفيد عالية، فمعلش يستحمل شوية مخاطر من التطعيم. الأصغر في السن مخاطر الكوفيد لا مش عالية بالنسبة لهم، طب ليه ياخد مخاطر التطعيم؟ ده كل اللي قلته باختصار شديد. إشكاليتي في عدم توافر المعلومات الكافية والرش البشع إنه يلا كله يتطعم حاجة واحدة. تطعيم الصين، اي بي سي نيوز، يتضح رسميا انه ضعيف التأثير جدا، والصين نشرته في العالم الثالث. مصر وغيره خدوا تطعيم شبه ان هو مش فعال. ايه رأيكم؟ الصين تعمل ايه؟ طلع التطعيم بتاعها اللي اتبرعت بيه للعالم مش فعال. تعمل ايه؟ بتفكر تخلط التطعيمات. China considers mixing vaccines عشان تزود الفعالية بتاعته. فبدل ما انت خدت تطعيم مش فعال، هي بس خدت سايد افكت، اعراض جانبية، طب تديك كوكتيل من التطعيمات هيمكن تفلح المرة دي. مش بهرج، ادي اللي احنا عايشين فيه. ايه رأيكم؟ الاجبار على التطعيم، انا سمعت قرار من المحكمة الاوروبية، انا اتعجب ان انا اسمع قرار زي ده. المحكمة الأوروبية تقول الإجبار على تطعيم mandatory vaccines ضروري لأجل الديمقراطية. إجبار وديمقراطية في نفس الجملة، في نفس قرار المحكمة. mandatory vaccine necessary in democratic society، الإجبار على التطعيم ضروري في المجتمعات الديمقراطية، إجبار ديمقراطي. معلش أنا، أنتوا عارفين حدانا في البلد بنفهم على قدنا، ممكن تقولوا لي ازاي الاجبار ده ديمقراطي؟ ما علينا. بريطانيا ايضا تبتدي تختبر اسلوب اخر للاجبار زي ما احنا عارفين، اللي هو باسبور التطعيم. مش هتطعم براحتك، بس اوعى تفكر تسافر يا كذا، يا اللي مخالف للنظام العالمي. باسبور التطعيم عشان تقلل الحظر في المستقبل، ده من نيو ساينتست. وزي ما قلت لكم، باسبور التطعيم للاسف بينجحوا في زراعته، وبعد كده هيبتدي يدخلوا فيه بقية الأنواع وتبقى مجبر. يا إما أنت معاهم وتاخد التطعيمات بتاعتهم وتسافر وتتصرف بحريتك، يا إما أنت ضد النظام العالمي اقعد في بيتك وما تفتحش بقك. أيضا عايزين البشر يستمروا ارتداد القناع إلى الأبد، بس البشر هيبتدوا يرتدوا القناع. الله، طب ما دي وسيلة متابعة حلوة، طب ما نخترع القناع الذكي. ايه رأيكم؟ اختراع القناع الذكي، سمارت ماسك اوف ذا فيوتشر، قناع ذكي يرصد معدل تنفس الانسان ورد افعاله والكلام ده كله. ايه رأيكم؟ ما انت مش راضي تشيل الساعه، تلبس الساعه بتاعت ابل اللي بترصد رد فعلك، مش عايز يا سيدي وما انتشرتش. طب نعمل ايه؟ طب انت بقى مجبر على ارتداء القناع، نعمل لك قناع ذكي يرصدك. ايه رأيكم؟ حاجة غريبة ان كلهم بيتجهوا في نفس الاتجاه، رصد الانسان ومتابعته والتحكم فيه وتقييده. يو اس توداي تقول ان الكوفيد جعلنا نوقف السلامات والاحضان، بس تقولك ده حاجة كويسة. التعاملات البشرية والعلاقات البشرية وقفها حاجة كويسة؟ ايه الكويس في ده؟ هم عايزين يحولونا روبوتات ولا ايه؟ ده من يو اس توداي. حبس سيدة في فلوريدا 30 يوم لأنها كحت في وجه مريض سرطان. البنتاغون يخترع شريحة تحت الجلد عشان تكشف الكوفيد. هنزرع لك شريحة تحت الجلد كله بس عشان عايزين نعرف إذا كنت هتتصاب بالكوفيد ولا لا. يا سلام، ده من NYP News. طبعا أول ما طلع الخبر ده، شريحة عشان ترفض الكوفيد، رجعت نظرية المؤامرة مرة تانية ولعت، وسبب أكثر انتشار لنظرية المؤامرة أن بيل جيتس ده هو اللي اخترع الكوفيد عشان يحقن البشر بالشريحة الذكية. ده من نيويورك بوست.
بصراحة يستاهلوا. بالذمة ده أسلوب، يخترعوا شريحة ذكية عشان ترصد، تتزرع تحت الجلد عشان ترصد الإنسان مصاب بالكوفيد ولا لأ. طب أهو طلعت نظرية المؤامرة مرة تانية. مرض مثل السعار قاتل، يكتشف في الخفافيش في أستراليا ويسبب مخاوف للبشر. ده من إكسبريس نيوز. أخبار الحروب، وللأسف رغم كل اللي بيحصل ده، الدول الكبيرة ما وراهاش غير إن هي تهدد بعض وتصرف كل فلوسها على التسلح، والسباق التسلح، ومين يبقى الأول، أمريكا ولا الصين ولا روسيا. روسيا قد تكون بتبني قوة عسكرية في الأرتيك. ده من عروس شفا. روسيا وأوكرانيا غالبا يقتربوا من حرب كاملة. ده من موسكو تايم. روسيا وأوكرانيا فعلا بيقتربوا من حرب، فبوتين يرسل 100,000 جندي للحدود مع أوكرانيا في استعداده للحرب. طبعا هو مش خايف، ما الحاج بايدن معلش صحته على قدها زي ما قاله ده بوتين قال لبايدن كده، بمعناه أتمنى لك صحة كويسة، لو تحب تتناظر معايا تعالى، بس أتمنى لك صحة كويسة، ده لو فيك حيل يعني. رئيس أوكرانيا يطالب بسرعة العضوية في حلف الناتو والاقتراب الجيش الروسي من حدوده. ده من الجارديان. مخاوف أوكرانية من احتمال ضربة نووية. حلف الناتو قلق جدا من الأنشطة الروسية الأوكرانية. ميركل الألمانية تطالب بوتين أن يسحب قواته من الحدود مع أوكرانيا، وروسيا ترد وتتهم أن أوكرانيا هي السبب في الاستفزاز، رغم أن احنا عارفين أن بوتين عايز يسيطر على أوكرانيا بأي شكل، وفرصة ذهبية أن مين هو أقوى قوة في العالم، أمريكا على رئاستها، مين بايدن اللي على قده شوية، أنتوا عارفين بينسى، فمش مش هيفتكر اسمه أوكرانيا. ده من ياهو نيوز ومن رويترز. أمريكا تفكر في إرسال سفن حربية للبحر الأسود بسبب خلاف روسيا مع أوكرانيا، بس طبعا أنتوا عارفين بايدن هياخد شوية تفكير شوية زيادة، معلش أصله بيفقد الذاكرة أحيانا. ده من CNN. بوتين يرسل جيش من الروبوتات، 85,000 روبوت في شكل مدرعات وغيره بدون جنود لحدود أوكرانيا وتصاعد حدة الموقف. ده من جريدة صن البريطانية. أيضا يوم الحد بوتين يرسل صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية قرب أوكرانيا، والموضوع بدأ في خطورة فعلا. قتل جندي أوكراني وجرح آخر في بداية الصراع مع روسيا. ده من ديلي ميل. أمريكا في حالة تأهب لأن الصين كشفت عن مدمرات جديدة قادرة على إسقاط الصواريخ البلاستية، وأيضا قادرة على إسقاط الساتلايت. ده من جريدة صن. تحذير للجيش الأمريكي من تزايد خطورة حرب كارثية في تحرك الصين ضد تايوان. برضو زي ما روسيا لقيت مين بقى على رئاسة أمريكا هو بايدن، معلش يبقى على قده، يبقى الفرصة الذهبية. برضو نفس الوقت بتستغل الفرصة مين؟ طبعا الصين. فالفرصة ملائمة جدا في وجود بايدن في الحكم، انه كمان الصين تستولى على تايوان وعارفة ان بايدن مش هيعمل حاجة. مخاوف من ان ده، ان الصين اللي هتستولى على تايوان، ده يؤدي الى حرب كارثية بين امريكا والصين. ما اعتقدش امريكا مش هتعمل حاجة طول ما بايدن يعني ربنا يديله الصحة. تايوان تقدم تقرير عن اختراق طائرات الصين لمناطق دفاعية تايوانية بالفعل. ده من VOA نيوز. تايوان تهدد بان تضرب الطائرات بدون طيار الصينية في جنوب بحر الصين. ده من رويترز ومن ياهو نيوز. الصين تصدر تهديد جديد لتايوان وتقول لها ليس لديك أي فرصة. ده من يو اس نيوز. الصين تحذر أمريكا أنها لا تقاطع الأولمبيات الشتوية. فمين اللي بيهدد مين؟ الصين بقت تهدد أمريكا. ده من في او اي نيوز. فيتنام تشارك اليابان لمعارضة الأنشطة الصينية في المياه المتنازع عليها. فالدول الأسيوية فرصتهم مش في أمريكا للأسف طول ما موجود بايدن، لكن فرصتهم ان هم بقى يبتدوا يتكاتلوا مع بعض عشان يقدروا يقفوا ضد الصين. امريكا تحذر الصين بسبب اللي بتعمله ضد الفلبين وتايوان، وان امريكا ملتزمة باتفاقيات معهم. فرنسا تختبر كلب صناعي حربي في تدريب عسكري، رغم ان الشركة المنتجة اللي هي شركة بوسطن المصنعة لي ما تعرفش اي حاجة عن الموضوع ده. ده من راشن توداي.
كوريا الجنوبية تكشف عن طائرات حربية جديدة يعتبروها تمثل حقبة جديدة في الطائرات الحربية، ده من راشن توداي. إيران تعلن مرة تانية أنها ترفض أي حوار نووي مباشر أو غير مباشر مع أمريكا. تعرفوا أن الموضوع ده فعلا إيران نجحت؟ إيران قالت احنا مش هنتناقش مع أمريكا ولا عايزين منكم اتفاقيات ولا حتى بروبوزل، ورفضوا الاتفاقية قبل حتى ما تعلن. فأمريكا بايدن قالت طيب هنشيل عنكم شوية عقوبات، يعني أمريكا هتشيل عقوبات اللي إيران في نفس الوقت بتزود تخصيب اليوراني. متخيلين؟ أنا ما شفتش الإدارة الأمريكية بهذا المستوى المتدني بالمنظر ده. إيران تعلن أنها أنتجت حتى الآن 55 كيلو جرام يورانيوم مخصب بنسبة 20%، ده من قاروص شبا. إيران تقول أنه تم الهجوم على مؤسسة ناتانز النووية الإيرانية، ده من راشن توداي. إيران تتعهد بالانتقام من إسرائيل، لأن إيران ألقت اللوم على إسرائيل بعد ادعاء الهجوم على مؤسستها النووية. ارتفاع حدة الموقف في الخليج بعد الهجوم على سفينة إيرانية، ده من سي بي إن نيوز. أيضا يتضح أن اللي قام بالضربة دي على السفينة الإيرانية هو إسرائيل، ده من جيروزاليم بوست. نتنياهو يحذر إيران ويقول أن إسرائيل هتدافع عن نفسها مع بداية الحوار النووي الإيراني. إسرائيل سترفض اتفاق إيراني يتيح أن إيران تمتلك سلاح نووي. إسرائيل تكشف عن اختبار إيراني سري لصواريخ قادرة فعلا على حمل رؤوس نووية، ده من عروس شغل. وفي الآخر بايدن رايح يشيل العقوبات من على إيران زي ما عمل أوباما ويمكن أكتر منه. حزب الله يريد أن يكون له ممثلين في موسكو. راباي يقول تهديد مصر لأثيوبيا على موضوع نهر النيل وتخزين المياه له علاقة بأواخر الأيام، ويستشهد بأشعياء 19. فاليهود مش احنا بس اللي بيقولوا الكلام ده. القبض على يمنيين على قائمة الإرهاب كانوا بيحاولوا يعبروا الحدود الجنوبية لأمريكا بسبب بايدن اللي فتح الحدود الأمريكية وساب كل اللي عايز اللي هب ودب يعدي الحدود الأمريكية من المكسيك. أخبار عامة، طبعا موضوع الرباي أو الدعاء أن في ميسايا ظهر في إسرائيل عملنا له موضوع مستقل للي سألني وكان بيقول يا ريت تضيفه في هذا الجزء، ده عملناه أوريدي وتقدروا ترجع له، هتلاقوه فيديو مستقل. عالم الخيال، ادعوا ان في سخونة عامة global warming، وطبعا الكلام ده مش صحيح. في تلوث عام سخونة عامة لا، والتلوث العام ده مش بسبب البشر الطبيعيين، ده رقم واحد الشمس، واثنين البراكين والحرائق، ورقم ثلاثة الأنشطة الحكومات وليس البشر. فيطلع لنا ادعاء في نيو ساينتست من العلماء ان السخونة العامة هتأثر على مين يا حرام؟ على البشر؟ لا، على الحيوانات مش مهم، هتأثر على الكائنات الفضائية اللي عايشة وسطينا. ايه رأيكم؟ السخونة العامة الخيالية هتأثر على الإيليانز الخياليين ودلوقتي يقدموها لكم كحقيقة. علماء شركات تكنولوجيا هيستثمروا بلايين في فكرة انه دم الشباب قادر على تأخير الشيخوخة في كبار السن، طبعا كبار السن المهمين مش انا وحضراتكم، ده من نيوز ويك. بعد ما جرب إيلون موسك في مخ الخنزير اللي بدأ يلعب ألعاب إلكترونية، الآن تجربة أيضا على مخ القردة، فيوصلوا مخ قرد بالشريحة الذكية بتاعة إيلون موسك فيبتدي القرد يلعب ألعاب إلكترونية بأفكاره، ده من راشن توداي. إيه رأيكم؟ إيلون موسك يدعي أنه كمان عنده تكنولوجيا حديثة أنه يقدر يبني جوراسيك بارك اللي هي حديقة الديناصورات بس المرة دي حقيقية، ده من نيويورك بوست. أبل هتسمح للمستخدمين ان يمنعوا آب من متابعة نشاطهم، ده نرفز مين؟ مين اللي مش عايز يسمح لشخص يهرب من مراقبته؟ فيسبوك. قوم ايه
فيسبوك زعل من ابل ازاي وازاي نتدي الحقيه لشخص ان يقفل على ناس ان هي ان احنا ما نرصدهوش. فلان الفيسبوك بيراقب كل الانشطه البشريه بالكامل، قاعد بيراقب كل حاجه بتعملها، زعل من ابل ان ممكن يدي خاصيه زي دي. معلومات 1.3 من 10 مليون امريكي تتسرب على النت ومخاوف من اضرار ليهم. بوتين يمضي قانون يسمح له أن يستمر في السلطة لغاية 2036. طبعا انتوا عارفين مين اللي هيقلده على طول بعدها، فبدل ما يبقى 2030 هيمدها كمان 6 سنين، انتوا عارفين مين، ويغير الدستور وهكذا. ما علينا. من المفارقات ان الاحتفال العظيم لنقل المومياءات بتاعت الفراعنة اللي اهتمينا بيه وهذا الحدث تم في نفس يوم احتفال اليهود بذكرى عبور البحر الأحمر. ربوات يدعوا ان خلاف روسيا وأوكرانيا ده علامة على مجيء المسيح. موضوع المسايا اوريدي عملناه أساتذة الأحباء، لسه مخلصوا حالا، ارجعوا على قناة اليوتيوب وهتلاقوه موجود عليها، يعني هيتحمل بعد شوية صغير. أخبار اقتصادية، التعدين الالكتروني اللي هو يسموه بيتكوين مايننج في الصين، ده بسبب الاجهزه الضخمه اللي بيستخدموها للتعدين بتاع البيتكوين، يصدر عوادم يوصل الى 130 مليون طن سنه 2024. متخيلين؟ ده من نيو ساينتست. ادي الصين اللي قاعدين يقيدوا الناس في العالم الغربي علشان خاطر التلوث، والصين طايحة بتوسخ العالم بكل أنواع الملوثات ولا حد قادر يكلمها. انخفاض اقتصاد أمريكا بسبب الكوفيد ده هيسبب تأثير عميق عبر أمريكا لفترة طويلة. شركات أمريكية بسبب الكوفيد تختفي إلى الأبد بدون رجعة. 24% من اللي ما عندهمش وظائف في أمريكا دول وصلوا لدرجة ان هم ليهم سنة دلوقتي بيدور على وظائف ومش لاقيين. ده من CNBC نيوز. خبير اقتصاد يحذر من انخفاض وانهيار سوبر في سوق الأسهم على شهر يونيو الجاي. شريك مؤسس باي بال يحذر ان البيتكوين هو قد يكون سلاح صيني لتدمير اقتصاد امريكا، واللعب اللي بيتم في البيتكوين ده مش حاجة طبيعية. ده من ياهو فاينانس. اضطهاد المسيحيين اللي بيزيد وشايفين في افريقيا وفي اسيا في الصين في كل مكان وايضا في الغرب. الصين تتجه لاطلاق حملة ضد اي مؤسسات اجتماعية بما فيها الكنائس، وهيبقى حاجة رسمية خلاص. طالبة في تالتة ابتدائي تؤمر ان هي لازم تنزع من المدرسة، تؤمرها ان هي لازم تنزع الماسك. ليه؟ عشان عليه كلمة Jesus loves me، يسوع يحبني. طبعا بقية زمايلها لابسين كل انواع الماسكات عليها كل ما يشاءوا بما فيها Black Lives Matter، جماجم وعلامات شيطانية ورموز عبدة الشيطان، مش مشكلة. لكن تلبس ماسك عليه اسم المسيح؟ لا، ممنوع، لازم تقلعه. استبدله بماسك عليه علم الشيطان، مش مشكلة، أو علم إسلامي، أو محمد رسول إلههم، مش مشكلة. لكن تلبس ماسك اسم المسيح؟ لا، ممنوع. فبينما هو الواضح وبشدة الكريستوفوبيا، ما بيتكلموش على إلا الإسلاموفوبيا والهوموفوبيا والبلاك لايفز ماتر. زمن الارتداد للأسف بدأ ترك كتير من مشاهير مسيحيين يتركوا علنا الإيمان المسيحي ويعلنوا الكلام ده، فنلاقي كتاب مسيحيين ومبشرين مسيحيين يعلنوا ان هم قرروا يلحلوا. وبينما يتزايد الإلحاد في الغرب، نشكو طبعا ربنا في الشرق يتزايد الإيمان وبشدة في آسيا، في فار إيست كمان، وفي أفريقيا وهكذا. الانحدار الأخلاقي المتزايد. هاواي تبدأ تسمح للممرضات ان هم كمان يبدأوا يقوموا بعملية الإجهاض. رجل شاذ يدعي انه عائم الجنس، ما انتوا عارفين بيه انواع اجناس كتيرة، يصبح الاول في مسابقة ملابس عوم. المسابقة دي اللي بدأت من 57 سنة اول مرة يقدموا حاجة بالمنظر ده للأسف. اضافة تعبيرات جديدة لاجل الشواذ، بدل من ان هو وهي بس، اصبح بتعبيرات جديده، بري برين
برنس وحاجات غريبة، برنسلف، ده من نيويورك تايمز. الغريبة انه التعريفات دي اللي حطوها حطوا فيها تعبيرات غريبة. ممكن واحد يعرف جنسه انه هو لا راجل ولا ست، لكن هو فامب، اللي هو مقطع من فامباير، فامب سيلف، ايه التعبيرات دي؟ فيضيفوا كمان تعبيرات خيالية عشان خاطر الشواذ. أصبحنا فعلا في عالم غريب، ضلال ودخان بيعمل ناس، وفعلا مجدوهم في خزيهم. هيئة تدعي أن منافسة المتحولين جنسيا للفتيات في مسابقة البنات ده أمر، لو أنتوا بتقولوا أنه هو أمر غير عادل، لا ده أسطورة، ده مس، ده عادل جدا. راجل شحط، آسف في التعبير، مش عارف ينافس الرجالة، فيدعي أنه هو متحول جنسيا، فيروح ينافس البنات في المسابقات الرياضية ويطلع المركز الأول، فترجعوا تقولوا لا ده ملوش دعوة والبنات ولا مظلومين ولا غيره. أنا مش عارف أقول إيه، وايل للقائلين الخير شر والشر خير. ممثلة شهيرة صغيرة السن 17 سنة تقول إن هي غير محددة الجنس، بانسيكشوال، وتقول أنا مش عارفة أنا مين. وطبعا لو حد يجي يتكلم معاها ويديها إرشاد، لا ده ممنوع، ده تحويل جنسي، يسموه ان انت بتحول الشخص عن جنسه. فاعتبروا الطبيعي ان هي تعلن ان هي بانسكس، والدكتور النفسي اللي يجي يكلمها عشان يعالجها نفسيا، لا هو الوحش الشرير اللي يسموه كونفيرجن ثيرابي، ده هو هيحولها عن جنسها الشاذ، هو الوحش. اكتر من 200 مسجون، عشان تعرفوا الخزي وصل قد ايه، اكتر من 200 مسجون في كاليفورنيا في سجون الرجاله يدعوا ان هم شواذ ومتحولين وعايزين يروحوا يقعدوا في سجون البنات عشان يناسب تعريفهم لجنسهم الجديد. وطبعا مين يأيدهم؟ بتعود حقوق الشواذ واجندة الشواذ. ايه رأيكم؟ ادي اللي وصلنا له في كاليفورنيا، ادي اللي بيحصل. ممثلة تدعي ان منع تحول الاطفال جنسيا ده يساوي قتلهم. سيريسلي، طفل 4-5 سنين لو اب وام يقولوا له يا ابني ازاي تتغير جنسيا، فالممثلة دي تقول ده كده بيقتلوه لو عايزين يمنعوه ان هو يتغير جنسيا، طفل لسه لم يدرك. ايه الضلال اللي بقي بينشروه ممثلين هوليود خلي بالكم من اشر مؤسسات العالم اللي فعلا بيلعب بيها الشيطان من زمان وبقوة، الاعلام. خلي بالكم من الإعلام في العالم مش في أمريكا بس، الإعلام فعلا بيتلاعب به الشيطان بقوة. انتبهوا للنقطة دي، مش كل حاجة تسمعوها في الإعلام صح، ده أقدر أقول لكم نسبة الصح أقل بكتير من نسبة الخطأ، الأخطاء أكثر بكثير، والإعلام نسبة الضلال اللي فيه أعلى بكتير. ده اللي حاصل وده اللي احنا وصلنا له. فأنا آسف لو في حاجة قلتها تضايق حضراتكم، لكن كل اللي أطلبه من حضراتكم ياريت فعلا نعد نفسنا ونعد مصابيحنا علشان استقبال العريس وعلشان الظلام اللي بيزيد. خلي بالكم الشيطان عارف ان ليه زمان يسير، فبيحاول يسرع جدا. ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل واحد ما نخافش، اتنين عشان نؤمن بكتابنا المقدس الرائع اللي سبق واخبرنا. في زمن بيشككونا جدا في كتابنا المقدس، كان مستحيل يألف الكلام ده أو يخمنه، لأنه محدش يقوله بالتخمين، ولذلك لا يوجد كتاب آخر قاله فيما عدا كتاب حب يقلد الكتاب المقدس بعده، القرآن، وقاله بأسلوب أسطوري. لكن الكتاب الوحيد اللي ذكر علامات نهاية الزمان اللي بدأوا قدام عينينا وبدقة، الكتاب المقدس اللي يشهد عن نفسه في كل زمان ومكان بما فيه الزمن اللي فيه، رغم ازدياد التشكيك في هذا الزمان. وطبعا الهدف الثالث عشان حياة الاستعداد، لما يبتدي الموضوع ده نرفع راسنا لفوق في زمن العالم بيحاول يشغلنا جدا. اصنعوا ثمار تليق بالتوبة. خلي بالكم الشيطان بيزود جدا عشان عارف ان ليه زمن يسير، فانتوا اهتموا بحياتكم الروحية واهتموا بإزالة العصارات، خاصة عن صغار النفوس اللي هنقدم عنهم حساب. عريسنا اقترب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. امين. تعالى ايها الرب يسوع
ربنا يبارك حضراتكم جميعا ويحافظ عليكم، وآسف لو أخطأت في أي